الدين المحليات الأصايل، مسافتنا 6 كيلومتر، ندائنا وجوائزنا للمراكز العشر الأوائل. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن مولع في المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثاني هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث في هذه اللحظات هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد، وفي المركز الرابع عنيد في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السادس سراب لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة، وفي المركز التاسع عجيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بقيادة المضمر سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي. هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. أرى هملول بدأ يتسلل من الجانب الثاني ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومضمر هملول مختار بن أحمد بدأ يختار المركز الأول مع هملول في هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مولع لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثالث عنيد لهجن الرياسة بقيادة المضمر الشاب عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وفي المركز الرابع هملول في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس سراب بالمركز السادس لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ناخذ اللي في المركز السابع صوغان في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة، وفي المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن عجيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومضمر عجيب قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى، ومضمر شاهين السيد سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي، وفي المركز العاشر صوغان لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر بخيت بن سالم المسافري. يلا يا المسافري نباك تسافر عند الكيلو الأخير عند كيلو الامتحان مع صوغان. نرجع إلى المقدمة وإلى المنافسة. هملول لا زال مسيطر، سلالة هملول وإنتاج بدع ذلاب على مقدمة هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة أحد المضمرين الممتازين في هذا التضمير وفي هذا الأداء وفي هذا المجال. مختار بن أحمد يتولى عملية التضمير والتدريب لدى هملول، وهملول في المقدمة. ننتقل إلى مولع في المركز الثاني
لا زال مولع عنده توليع هناك في الكيلو الأخير، كيلو الأوامر، كيلو السبوق، كيلو التحدي، والسبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك يا عبده ما تضيع مروتك فيها. ها هو مولع في المركز الثاني، المركز الثالث عنيد لهجن الرياسة بقيادة المضمر الشاب عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي ابن الفيلسوف، متواجد مع عنيد في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، سراب في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس هملول في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير، متواجد مع هملول في المركز الخامس. وفي المركز السادس أرى صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. يا سلام يا كابتن المضمرين. المركز السابع، المركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، عجيب وصل يخطف المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وخلك قدام يا ابو سلطان، خلك مع مقدمة هذا الشوط مع هملول ومع مولع ومع عني. يا سلام يا هملول، هملول لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية. العناية لدى هملول مختار بن أحمد، بدينا نتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة هملول. مولع في المركز الثاني عنيد يبيعاند من عمق الميدان، بدأ يتسلل ويغير، بدأ العناد على مقدمة هذا الشوط من قبل عنيد لهجن الرياسة بقيادة المضمر الشاب عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام يا سلام، الشعار الحمر لون الخطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ها هو عنيد يعاند ويغير إلى مقدمة هذا الشوط بشعار هجن الرياسة بقيادة الشاب المضمر عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الثاني مولع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وبانت المنصة، بان خط النهاية. وعنيد، ها هو عنيد كما عودنا وعود جماهيره، دائما يعاند بمقدمة هذا الشوط. ها هو عنيد ينتزع المركز الأول. سلام سلام عليك يا هجن الرياسة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمينه هنا على أرضية ميدان المرموم. ها هو عنيد يغترم من خط النهاية، يغترم من المنصة الرئيسية، وهو على ظهر عنيد. هذا الشعار، الشعار الحمر الذي معروف في كل مكان وفي كل زمان. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز عنيد بالمركز الأول. المركز الثاني مولع لهجن العاصمة. المركز الثالث هملول لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. وفي المركز الخامس سراب لهجن العاصفة. هذه النتيجة، التوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول عنيد إلى خط النهاية بعد ما انتزع المركز الأول بعناده، وانتزع مسافة 6 كيلومتر في زمن وقدره 9:30 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي والذي وصل في المركز الثاني مولع 9:31. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. هملول، ها هو هملول 9:34. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا للجميع.